بادرت الإدارة الذاتية إلى توزيع سلال غذائية في شمال شرقي سوريا لمواجهة الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها السكان، لكنها لا تسمن ولا تغني عن جوع حسب البعض. ووزعت هيئة الشؤون والعمل التابعة للإدارة الذاتية حتى الآن أكثر من 10,000 سلة غذائية في مرحلة أولى استهدفت عائلات تعيش تحت مستوى الفقر. بدأنا بحملات التوزيع المواد الغذائية على 3 فئات، الفئة الأولى هي الفئة المعدومة، الفئة الثانية هي الفئة الفقيرة، الفئة الثالثة هي الفئة المتوسطة. طبعا المواد الغذائية كل صندوق يحوي ما يقارب 70 دولار من المواد. كان هذا السوق يعج بالمارة، إلا أنه اليوم وبعد أن فرغت حتى العيادات الطبية أقام كثير من الأطباء عيادات افتراضية للاستشارات الطبية وبشكل تطوعي، بدافع مساعدة المرضى والحفاظ على إجراءات التباعد الاجتماعي. تواصل الدكتور روان تمو المختص في أمراض الغدد مع أكثر من 1,000 مريض عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتشخيص حالاتهم خلال فترة الحظر. كان في عنا قلة اهتمام للموضوع، قلة تجاوب مع موضوع الحظر الصحي، فحاولنا نشر الوعي عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو عن طريق مثلا إجراء فيديو بس مباشر عن كورونا بشكل عام، أو الأعراض أو العلاج أو التوصيات الاقتراحات عن طريق المقابلات التلفزيونية أو الإذاعية. الهدف الثاني والأهم هي طريقة التواصل مع المرضى، يعني حاولنا باعتقادي معظم الأطباء خصصوا وقت كتير كبير للتواصل مع المرضى عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. لأزمة فيروس كورونا وجه آخر، حيث دفع المؤسسات والمنظمات إلى القيام بمبادرات خيرية، كما عزز التكافل والتضامن بين أبناء المنطقة. في زمن كورونا كثرت المبادرات الإنسانية والاجتماعية والطبية تكافلا وتضامنا، ولكن يبقى سؤال الفقراء: هل ستدوم هذه المبادرات الخيرية أم إنها ستنتهي مع هذا الوباء؟ هجر السيد، سكاي نيوز عربية، مدينة القامشلي.